كل ما بتروح بنتك على بيت لوترا رح يطلعوها من هنيك. صراحة بس لحظة، صحيح يا خالتو أنا ما شفتك بالعرس، أخذت مباركة الكل إلا أنت، لهيك هلأ أنت كيف بتتجرأي وبتجي على بيتي؟ اطلعي من هون فورا. لحظة لا تغلطي، أنتوا اللي بتتجرأوا وتوقفوا ضدي كل مرة، وكل ما صحت لكم الفرصة بتتدخلوا بحياتي. ليش عم تعملوا هيك؟ كنتوا بتعرفوا إنه كل شيء عم تعملوه ما رح يجيب نتيجة ورح يروح على الفاضي، وإني رح أتجوز ريشاب. إذا عائلة لوترا بيحبوني، أنتوا شو لسه بدكم؟ ليش عم تعملوا مشاكل على الطالعة والنازلة؟ وبكل مرة عم تحاولوا تثبتوا إنه أنا اللي غلطانة. نجحتوا بهالقصة؟ طيب ما حدا منكم قدر يكشفني إن كان أنتي ولا بريتا ولا هالمجنونة شريستي؟ بتعرفي اليوم أنا كتير مبسوطة، مبسوطة لأني شفت كيف تعاقبتوا. بتعرفي شو صار ببريتا؟ كاران جرى من إيدها وطالع من البيت قدام الكل، وأنا لما شفت هالمنظر صرت أسعد وحدة بالعالم. مو أنت دائماً بتقولي إنك فخورة ببناتك وإنه بناتك هنن مصدر فخرك؟ هالفخر يلي رافع في راسك نهان ونزل قدام كل العالم. بحب طمنك إنه غرورك هاد ما رح يدوم للأبد يا شيرلي، وإلا ما يجي يوم وتتدمر في حياتك. سكتي، أنت سكتي، منيح إنك إجيتي لهون لوحدك. أنت مفكرة إنك فيك تعذبي أمي وأختي؟ معقول فكرتي هيك؟ معقول مفكرة تأذي أهلي وإني أترك القصة تمرق على خير؟ منيح إنك غلطتي وإجيتي، وهلأ بتعرفي شو رح ساوي؟ حعذبك مثل ما عذبتيهم. بأحلامك. لك أنت خلاص شريسي حك مرة تانية ترفعي إيدك علي، لأنه صدقيني بتليفون واحد بجيب الشرطة على بيتكم وبخليها تعتقلكم. أنا كنت بعرف إني جاية على بيت مجانين، جاية على بيت فيه الكبار رح يبلشوا ينصحوني، وإنه المجنونة شريستي أكيد رح تهاجمني، لهيك أنا أخذت احتياطاتي رحت لعند الشرطة وقدمت مذكرة ضد كل وحدة فيكن. حتى أني قلت للشرطة إنه عائلة أورورا مجرمين وهددوني أكثر من مرة إنه رح يقتلوني، ولهيك إذا صار لي شي، يعني بقصد إذا صار معي حتى لو حادث بسيط، فالشرطة رح تعتقلكن، لأن الشرطة برا وعم يراقبوكن. وكونه هلأ أنا ببيتكن، يعني إذا أنا انخدشت خدش واحد بهذا البيت بوقتها رح تعتقلكن الشرطة، وهيك بتكونوا أنتوا اللي جنيتوا على حالكن، وساعتها رح تنسجنوا. ما عم صدق، أنا رح حس بالسعادة وقت اللي بخلص من كل العقبات بطريقي، رح أعيش مبسوطة. ليكو شو، أنا هلأ صرت كنت عائلة لوترا، وأنا هون بس لحتى حذركن كلكن. أحسنكن تقطعوا كل علاقتكن مع عائلة لوترا وإنكن تضلوا بعاد عنن. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.